هو انا قبل يعني مريت بتجربه معينه، فكنت قبلها ببص للموت نظره ادبيه يمكن، يعني ايه نظره نمطيه غريبه عاديه الناس كلها بتفكر بنفس الطريقه. دخلت بقى في التجربه نفسها فدي غيرت بقى كل مفاهيمي، يعني يمكن تعريف كلمه موت اتغير تماما وقتها. فيجي بقى يوم عادي خالص راجع من الكليه وكل حاجه تمام والامور مستقره وقاعد اتغدى مع الاولاد، فجاه الفيلم اتقطع. كانت في حاجه بتحصل فجاه، شعور غريب كده، حاجه بتتلاعب هنا وبعدين الفيلم انقطع. الفيلم رجع بيعيطوا، انا واقع على الارض وايه وهم كلهم ايه مش فاهمين ايه اللي حصل لي. انا بتمنى ان انا لما امشي ناس يقولوا استفدنا منه، ان انا اكون سبت اثر. حلم حياتي ان انا اكون سبت اثر في الناس بحيث يقولوا ايه لقد وجد وعمل دوشه ومات. لكن انا نفسي بس اسيب علامه في الناس يقولوا انا اتربيت على احمد خالد. بس ده اللي انا اعتقد ابقى حققت اللي انا عايزه كفايه.